غروب باهت ووداع فأتر، ويد لوحت في هواء سممته الخلافات السياسية، وجه خال من المشاعر لبرلمان وصل إلى خواتيم عمره التشريعي. فحمل الرئيس ونوابه حقائب مليئة بقوانين حرفتها الخلافات عن جادة الإقرار، وضاعت في زحمة أخريات لم تتطلب إلا قدرا من المجاملة السياسية وحظا قليلا وبضع اتفاقات تجري في غرف مغلقة ومفتوحة. انعكست كل الخلافات السياسية في الدورات البرلمانية السابقة على قوانين استراتيجية، منها قانون المحكمة الاتحادية، قانون النفط والغاز مثل ما تفضل، قانون جهاز الأمن الوطني الذي قرأتي من 2005 وإلى الآن لم يشرع. للأسف الشديد سيطرت بعض رؤساء الكتل وقصر بالرؤية السياسية كان له انعكاسات واقعية على التشريعات. أعوام أربع والخلافات تمسك بتلابيب مجلس سادت فيه التفرقة في مناسبات كثيرة، دور رقابي كان من المفترض أن يوحد لكنه شتت، فحلت الاستجوابات كقنبلة مسيلة للدموع بين الجمع النيابي، وذاقت الرئاسة نيران اتهامات من النواب أنفسهم. القادم من البرلمانات المرتدي لزي رابع دورة له يضغط بقوة على دواسة الوقود استعدادا لميدان لم يكن إلا ملغما بالكثير من التحديات، بينما ينتظر الفائزون صفارة وعلما أبيضا وأسود يوحي أن السباق ابتدأ، والسنوات القليلة القادمة ستكون فسيحة لكم وتؤكد أو تنفي قدرة لياقتكم السياسية بوجهها التشريعي. نحن نطمح بأن تكون الكتلة المقبلة هي كتلة متماسكة، كتلة رصينة، الكتلة التي تشكل الأغلبية الوطنية، وفي قبالها الكتلة التي تشكل المعارضة الوطنية. في حال إذا كان عندنا بناءات سياسية بهذا الشكل الصحيح، راح تنتج أن هذه البناءات السياسية لجان برلمانية ممأسسة، لجان برلمانية تمارس دورها على أكمل وجه، تبتعد عن تسييس القضايا الوطنية، عن تسييس احتياجات المواطن. الأيام دول وبرلمان يعقب آخر، صحيح أن المقام نفسه لكن الواجبات تختلف هذه المرة. عطش شعبي لقوانين يشبه ظمأ البصرة وحاجتها للمياه الحلوة، وفائزون يرون في مجلس أنه نافذتهم الكبيرة في تقديم ما عجز عنه آخرون أو تعجزوا أو ربما تكاسلوا. يفتح البرلمان المنتظر للثالث من سبتمبر الموعد بصبر نافذ طريقا أمام حكومة بحلة جديدة ورئاسة جمهورية على قدر مسؤوليات بلد يتداعى العالم من حوله وينظم العلاقة مع الرؤساء الآخرين، ولا ينطق إلا بإيجابية فقدت في خصامات سياسية عندما اعتلى الرئيس ليذم الرئيس الآخر ويرد عليه الآخر أنكم قليلا ما تفقهون. انسجام خيوط وضحت في مناسبات وغابت في أخرى، يريد الجميع أن تكون حاضرة دوما كسجادة من تلك الحمراء التي تفرش عند استقبال الزعماء. سرمد الفاضل الرشيد، بغداد.